بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات عبارة عن أخذت عينة من التربة كي أدرس البكتيريا والطفيليات المتواجدة في هذه التربة ونوعية خصوبة هذه التربة من الميكروبات والطفيليات و بيض المخلوقات الحية، بالذات يعني المخلوقات يعني الدقيقة أو المخلوقات المتطفلة، وأيضا الحشرات المتواجدة في الأنسجة النباتية. طبعا أخذتها من موقع موجود في الأحساء جنب أحد البرك المائية. طبعا وجدت فيها بكتيريا وأنسجة وطفيليات وميكروبات، وأيضا وجدت أنواع من الأنسجة التالفة وفطريات. يعني ممكن تلقى أنواع الميكروبات بالذات البكتيريا، كونها تعيش لا يقل عن 4000 نوع من أنواع البكتيريا في التربة فقط. وأنا أنصح يعني الباحثين بدراسة البكتيريا والفطريات والتنوع البيولوجي الميكروبي في التربة. وأنا أنصح يعني أهم شيء إنك تأخذ الوقاية الكاملة من هذه العينات، لأنها ممكن تكون في عينات ممرضة للبشر كونها قد تسبب مرض في الجسم، بالذات الأمراض الجلدية. إن شاء الله راح نعرض لكم عينات تحت المجهر من هذه العينة وبعض العينات الأخرى التي درستها في السابق في مختبري، وإن شاء الله يعني نكثف البحوث في هذا المجال وندرس الطفيليات المتنوعة في هذا المجال، كوني يعني درست أكثر من 1600 نوع من الميكروبات. ممكن تلقون يعني في هذا المجال باب مفتوح جدا في باب الأحياء الدقيقة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.